الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين كان حديثنا في علم الأئمة عليهم الصلاة والسلام وقد ذكرت الاحاديث ان رسول الله صلى الله عليه واله علم امير المؤمنين عليه الصلاه والسلام ما لم يعلمه لغيره فكان اعلم اصحاب رسول الله صلى الله عليه واله وقد روت العامه والخاصه قول رسول الله صلى الله عليه واله أقضاكم علي. ومن المعلوم أن القضاء يحتاج الإحاطة بجميع المسائل، لأن المسائل القضائية والقضايا الخلافية هذه تتعلق بكل الأمور. وقال صلى الله عليه وآله: "أنا مدينة العلم وعلي بابها". والعلم من أهم أسباب التفضيل حيث قال الله سبحانه وتعالى: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ فلما الله سبحانه وتعالى اصطفى آل محمد بعد محمد صلى الله عليه وآله، جعل من وسائل الاصطفاء أن حباهم بالعلم. فقال سبحانه وتعالى: "ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا". والعباد اقسام، قسم ظالم لنفسه، وقسم مقتصد، وقسم سابق بالخيرات، الذين اصطفاهم الله سبحانه وتعالى هم من السابقين في الخيرات. فهذه الاحاديث تبين افضلية اهل البيت عليهم الصلاة والسلام على غيرهم بالعلم فهم احق بالخلافة بذلك، لان الله سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا هيأ مقدمات ذلك الشيء. الله سبحانه وتعالى يريد أن يجعل بعض الأشخاص أنبياء يخلقهم ولهم القابلية في تحمل النبوة، أن الله اصطفى آدم ونوحاً وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، وكذلك حينما اختار لمحمد صلى الله عليه وآله رسوله اختار أوصياء، اصطفى هؤلاء الأوصياء، ففضلهم بعدة أمور من جملة ذلك الحلم. فورثوا علم رسول الله صلى الله عليه وآله في الحديث الثالث من أحاديث باب فيه ذكر الصحيفة والجافر والجامعة ومصحف فاطمة يبين الإمام, الص يبين الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام جانبا من فضيلتهم يبين أن لهم الجافر الأبيض والجافر الأحمر الجفر الابيض يعني صندوق من جلد، في هذا الصندوق الكتب السماوية السابقة محفوظة، التوراة، الانجيل، الزبور، صحف ابراهيم، وفيها كتاب علي عليه الصلاة والسلام الصندوق الابيض فيه العلم. كما هو واضح أن الكتب أن الكتب السماوية السابقة ليست موجودة بأيدينا، وما هو موجود منها باستثناء القرآن هو محرف، القرآن حفظه الله سبحانه وتعالى كما أنزله على رسوله: (إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه). إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. القرآن محفوظ وفي متناول الجميع لأن الله سبحانه وتعالى أراد أن يحفظه، لكن سائر الكتب السماوية الله سبحانه وتعالى ما أراد أن يحفظها بإرادة تكوينية، فلذلك فقدت مثلا صحف إبراهيم مفقودة. التوراة والإنجيل حُرِّفة يعني هذه التورات الموجودة ليست هي التوراة التي نزلت على موسى لأن فيها زيادة كثيرة ونقيصة كثيرة كانوا يكتمون قسما ويغيرون قسما ويضيفون قسما فهذه التوراة ليست هي التوراة التي نزلت على موسى نعم فيها بعض الأمور التي نزلت معانيها على موسى، لكن اكثر هذا هذه التوراه ليست تلك، وكذلك بالنسبه الى الانجيل، واللطيف ان النصارى هم يقرون بذلك، هذه الاناجيل الاربعه الموجوده الان بايدينا الفها اناس بعد عيسى بزمان، وكل كاتب. سمي الانجيل باسمه انجيل متى الانجيل لوقا وهكذا بقيه الاناجيل هؤلاء جمعوا ما سمعوه من اساطير من خرافات بعضها حقائق ودونوها فاشتهرت بين النصارى بانها الانجيل الذي نزل على عيسى وليس كذلك لكن هذه الكتب التي نزلت على الأنبياء، هذه كان الأنبياء يحفظونها، صحيح الناس حرفوا، والكتب الحقيقية لم تصلنا، لكنها كانت بيد الأنبياء، ومن بعد الأنبياء بيد الأوصياء، فكلها كانت بيد عيسى على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام، ومن بعد عيسى انتقلت بيد أوصيائه إلى آخر الأوصياء آخر الأوصياء سلم هذه الكتب إلى رسول الله محمد صلى الله عليه وآله يدا بيد زين. إضافة إلى تلك الكتب كتاب علي عليه السلام وقد ذكرنا في الحلقة الماضية والتي قبلها أن رسول الله صلى الله عليه وآله بيّن لأمير المؤمنين علي عليه الصلاة والسلام جميع الأحكام كل الشريعة وأمير المؤمنين كتبها فهذه تسمى كتاب علي لكن هذا الكتاب ليس بيدنا وإنما هو بيد الأئمة توارثوه والآن هو بيد الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف وكما ذكرنا فإن الأئمة أحيانا حينما كانوا ينقلون حكما كانوا يذكرون أنهم قرأوا هذا الحكم في كتاب علي عليه الصلاة والسلام، ويتضمن ليس فقط أصول الأحكام حتى الأحكام الجزئية البسيطة التي لا يهتم بها الناس، لكنها حكم الله سبحانه وتعالى، حتى أرش الخدش، أحيانا بعض الناس يهتمون بالاحكام الكبيرة إذا جاز التعبير. لكن الاحكام الصغيرة يعني اللي متعلقها امور بسيطة لا يهتمون بها، مع انها حكم الله وحكم الله لأنه منسوب إلى الله، لا فرق بين صغيره وكبيره من جهة هذه النسبة. في حديث ان احد الاشخاص سأل الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام عن زيت سقط فيه فأرة ماتت الفأرة في الزيت زين الزيت لأنه مائع ذائب النجاسة سارية والفأرة الميتة نجسة فكل ذلك الزيت ينجس زين الزيت النجس لا يجوز استعماله في الطعام لأنه نجس فهكذا أجاب الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام هو استخف قال الزيت طبعا الزيت غالي أنا لأجل فأرة حقيرة لا أريق زيتي ما ذبه الزيت غالي فاستخف الإمام عليه الصلاة والسلام قال له إنك لم تستخف بالفأرة وانما استخففت بحكم الله عز وجل هذا استخفاف بحكم الله الله سبحانه وتعالى اصدر هذا الحكم لازم تتبع هذا الحكم سواء كان متعلق هذا الحكم امر كبير او امر صغير نعم الاحكام قد في الاهميه باعتبار المتعلق تختلف حرمه القاتل مثلا هذه حرمه مغلظه لكن باعتبار انه الحكم حكم الله، النسبه الى الله جميع الاحكام هي احكام رعايتها لازمه، ولذا ذكرنا فيما مضى انه يقسمون المعاصي الى صغيره والى كبيره، الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش الا اللمم زين، الكبيره يجب فيها الاستغفار والإنسان الذي يرتكبها وعد عليها النار، أما الصغيرة مغفورة إذا الإنسان تجنب عن الكبائر، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، هذا من فضل الله سبحانه وتعالى، لكن النسبة أنه معصية الكبير كبيرة من جهة أنه هذه مخالفة لله صحيح الله سبحانه وتعالى وعد العذاب على الكبيرة ولم يعد العذاب على الصغيرة من فضله لكن من جهة أن هذا الإنسان يخالف أمر الله فمن هذه الجهة كل المعاصي كبيرة نعم بفضله لا يعاقب على الصغائر ولذا سميت صغائر وإلا هي في حقيقتها كبائر إلا أن فضل الله بعدم العقاب عليها إن لم يرتكب الكبائر إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم من هذا الباب سميت صغيرة وإلا كل المعاصي هي كبيرة من باب أنها معصية لله سبحانه وتعالى فإذا كتاب علي يتضمن جميع أحكام الشريعة هذا الكتاب أيضا موجود في الجفر الأبيض وايضا يوجد في الجافر الابيض مصحف فاطمه لانه من العلم وذكرنا ان مصحف فاطمه المصحف يعني الاوراق المجموعه في مكان واحد اي كتاب هو مصحف القران يقال له مصحف لانه اوراق مجموعه في مكان واحد اي كتاب اخر ايضا يسمى مصحف كما ان القران يسمى كتابا لماذا لانه مكتوب كما ان اي شيء مكتوب يسمى كتاب. زين ماذا يوجد في مصحف فاطمه؟ اخبار المستقبل. هذا الكتاب ليس كتاب احكام وانما هو كتاب اخبار مستقبليه. هذا ايضا موجود عند الائمه عليهم الصلاه والسلام. وهذا يوجد في الجافر الابيض. زين شنو هذه العلوم التي موجوده عندهم وشنو فائدتها الفائده ان جميع الناس يحتاجون اليهم وهم لا يحتاجون الى احد لان الله سبحانه وتعالى حباهم بذلك الامام الذي يجعله الله سبحانه وتعالى خليفه في الارض ويأمر الناس بإطاعته واتباعه، ما يصير يكون واحد جاهل. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، يكون واحد جاهل الله يأمر بإطاعته، هذا مستحيل خلاف الحكمة. إنما الله سبحانه وتعالى يأمر ب... ب... بإطاعة العالم. زين طبعا لازم أيضا يكون معصوم هذا بحث آخر أيضا. فلذلك الناس يحتاجون الى الائمه في علومهم، لان علم القران عندهم، القران فيه تفسير وفيه تاويل، وفيه ظاهر وفيه باطن، وفيه ناسخ، وفيه منسوخ، وفيه محكم، وفيه متشابه، صحيح ظاهر القران يفهمه الجميع، لان الله سبحانه وتعالى يسر ظاهر القران حيث قال ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر لانه كتاب هدايه للجميع فظاهره يفهمه جميع من يفهمون اللغه العربيه لكن هذا القران فيه من العلوم ما لا يعد ولا يحصى وليس كل ظاهر مراد هناك فيه ناسخ فيه منسوخ فيه محكم فيه متشابه زين فيه عام فيه خاص فيه مطلق فيه مقيد جعل علم ذلك لرسول الله صلى الله عليه واله ومن بعد الرسول للائمه عليهم الصلاه والسلام تركوا الائمه فخلطوا بين الناسخ والمنسوخ وبين المحكم والمتشابه يقول ان الله يرى في يوم القيامه لماذا يرى يستدل باحاديث موضوعه ويستدل بالقران زين بيا ايه يستدل وجوه يومئذ ناظره الى ربها ناظره النظر يعني بعينك تشوف هكذا يستدل بالاية الشريفة، ولا يعلم ان هذه الاية متشابهة، الاية المحكمة قوله سبحانه وتعالى: "لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار"، هذه ايات محكمة، آية إلى وجوه إلى ربها ناظرة، هذه آية متشابهة يعني يراد بها إلى رحمة الله سبحانه وتعالى، تنتظر تلك الرحمة. لكن لانهم تركوا الائمه خلطوا بين الناسخ والمنسوخ، فصارت انحرافات في العقائد زين تشوفه يستدل بالقران وهو لا يفهم القران لانه لم ياخذه من معين صافي، صارت انحرافات في الاحكام الشرعيه، صارت تحريفات معنويه في كثير من الامور، وصار هذا الافتراق الكبير بين المسلمين حيث افترقوا الى فرق كثيره وفي الحديث ستفترق أمتي إلى ثلاث وسبعين فرقة لماذا افترقوا إذا كانوا يذهبون ويأخذون من المعين الصافي الذين هم عدل القرآن وهم وصية رسول الله صلى الله عليه وآله حيث قال إني تارك فيكم الثقلين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وعترة أهل بيتي زين ليش عندنا فرق كثيرة منحرفة؟ الرسول يقول في النار فرقة واحدة في الجنة والباقي في النار، يعني ضلوا إذا ما كانوا ضالين ما كانوا في النار، لأنهم ضلوا لذلك كان مصيرهم إلى النار إلا فرقة واحدة هي الفرقة الناجية، لماذا؟ لأنهم لم يتمسكوا بالثقلين لم يأخذ بالقرآن ولم يأخذ بأهل البيت عليهم الصلاة والسلام لم يفهم القرآن فسره تفسيرا خاطئا أوله تأويلا خاطئا فسره برأيه لماذا؟ لأنه ترك أهل البيت عليهم الصلاة والسلام فالله سبحانه وتعالى حيث فضلهم أمر الناس بإطاعتهم واتباعهم هسه إذا الناس ما أطاعوا ما اتبعوا هاي المشكلة في الناس وليس هناك تقصير من رسول الله والعياذ بالله، ولا ان الله سبحانه وتعالى ما اراهم الطريق، الله ارى الطريق، الله سبحانه وتعالى يبين الطريق عبر رسله، لكن لا يكره الناس، ولو شاء ربك لآمن من في الارض كلهم جميعا، افانت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ في آية أخرى الله سبحانه وتعالى يقول فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر في آية أخرى الله سبحانه وتعالى يقول وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم في آية أخرى الله سبحانه وتعالى يقول تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض إلى أن يقول ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم يعني الله إذا كان يريد أن يكرههم على شيء كان يتمكن لكن اقتتل الناس من بعدهم بعض آمن بعض كفر المشكلة ليست أن الله ليست في أن الله سبحانه وتعالى لم يبين الطريق المشكلة ليست في أن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يبين لا المشكلة في الناس إذا المشكلة فيهم بعد لا هناك لا يوجد هناك اعتراض على انه لماذا هؤلاء كفروا؟ كفروا بسوء اختيارهم، والله سبحانه وتعالى لا يتضرر شيئا، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، وسيجزي الله الشاكرين. زين ف ان عندي الامام الصادق يقول: الجفر الابيض، قلت الراوي اللي هو الحسين بن ابي العلاء فأي شيء فيه قال: زبور داوود. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. زين زبور داوود. وتوراة موسى. وإنجيل عيسى. وصحف إبراهيم. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. والحلال والحرام، يعني كتاب علي لأن ذكرنا أن كتاب علي هو أحكام الشريعة كلها. هو أحكام الشريعة كل الشريعة. ومصحف فاطمة ما أزعم أن فيه قرآناً. لا تتصور عندما أقول مصحف فاطمة يعني قرآن وتجي تهرج وكذا، لا. هذا كتاب المحتوى فيه أخبار المستقبل من يوم وفاة الرسول صلى الله عليه وآله حيث حدث الملك فاطمة وكتبه أمير المؤمنين علي عليه الصلاة والسلام إلى يوم القيامة وفيه يعني في الجفر الأبيض ما يحتاج الناس إلينا ولا نحتاج إلى أحد أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع عمن لا يهدي إلا أن يهدى إذا شفت واحد لا يعرف لازم يقولوا لا له حتى يعرف هذا لازم تتبعه او الشخص الذي لا لا يحتاج الى احد، الله عبر رسوله قد علمه هو يهدي الى الحق، افمن يهدي الى الحق احق ان يتبع؟ ام من لا يهدي الا ان يهدى؟ يهدي يعني يهتدي هو بنفسه لا يهتدي الا ان يجي واحد ياخذ بيده ويدل ويدله على الطريق. هذا فكيف تتبعه وهو يحتاج إلى من يعلمه حتى فيه الجلدة ونصف الجلدة وربع الجلدة وأرش الخادش يعني إذا قطع جلدة بسيطة زين الناس قد يتساهلون في هذه الأمور واحد يتصافح مع أحد أفرض اظفره قطع جلدة صغيرة منه زين هذا فيه الديه شرعا هسه اذا هو مو متعمد لم يفعل حراما لكن اذا كان مقصرا في ذلك فهو ضامن الناس ما يهتمون مره واحد يتنازل عن حقه مو مشكله لكن الناس في الامور الحقيره يتساهلون يتسامحون الاسلام لا يتسامح فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره حتى الجلد حتى الجلد ونصف الجلد وربع الجلد وأرش الخدش الخدش ما فيه قطع للجلد وإنما خدش يصير فيه زين شق صغير قد لا يخرج أيضا الدم حتى هذا فيه الأرش والدية فيه زين هذا الجافر الأبيض زين الامام الصادق عليه الصلاه والسلام يقول هناك جافر اخر يعني صندوق من جلد اخر هو الجفر الاحمر هسه اما لونه احمر واما لان فيه السلاح سمي الجفر الاحمر باعتبار ما يتضمنه الجفر الاحمر شنو فيه فيه السلاح سلاح رسول الله صلى الله عليه وآله لأن رسول الله صلى الله عليه وآله كانت له لامة حرب زين حينما كان يذهب إلى الحرب إلى الملابس الحربية هذه قبل رحيله أعطاها لأمير المؤمنين علي عليه الصلاة والسلام حتى باشر واحد لا يجي يدعي الإرث ولو أن فاطمة عليه السلام هي وارثة رسول الله صلى الله عليه وآله لكن رسول الله صلى الله عليه وآله لأن هذه كانت للأئمة فأهداها إلى أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في حياته قبل وفاته في مرضه وحتى واحد لا يجي يقول الأنبياء ما يورثون يخالف القرآن الكريم حيث قال وورث سليمان داود مثلاً حتى واحد لا يجي يقول ان الانبياء لا يورثون فيجي صادر هذه الامور رسول الله صلى الله عليه واله قبل وفاته اهدى مجموعه من الامور الى امير المؤمنين علي عليه الصلاه والسلام ومنها سلاحه هذا السلاح يتوارثه على الائمه عليهم الصلاه والسلام يعني للامام بما هو امام لا يصل الى بقيه الورثه لذا انتقل من الامام الحسن الى الامام الحسين عليه الصلاه والسلام لم ينتقل إلى ورثة الإمام الحسن وهم أبناؤه. انتقل إلى الإمام الحسين، ليش؟ لأن هذه خاصة بالأئمة عليهم الصلاة والسلام. زين سلاح رسول الله صلى الله عليه وآله يوجد في الجفر الأحمر. زين متى هذا السلاح يشهر؟ الإمام القائم عجل الله تعالى فرجه الشريف هو الذي يشهر هذا السلاح. عندنا أحاديث ستأتي إن شاء الله أن لرسول الله صلى الله عليه وآله كانت درعاً. هذه الدرع على بدن رسول الله يعني على حجم الجسم لأن أحجام الأجسام تختلف، وبذلك تختلف قياسات الدروع. مثل الملابس شلون قياساتها تختلف الدروع الحربيه كذلك فدرع رسول الله صلى الله عليه واله هذه حسب الاحاديث لا تكون بقياس جسم اي واحد من الائمه الا الامام القائم الامام الصادق في حديث يقول اني هذه الدرع لبستها يعني في الخلوه وابي لبسها ايضا قول شوية كانت أكثر من حجم أحدنا وأقل من حجم أحدنا يعني أحدنا جسمه أكثر امتلاء فكانت الدرع ضيق عليه وأحدنا جسمه أقل امتلاء فكانت الدرع واسعة عليه إلا صاحب هذا الأمر حينما يلبسها تكون بحجم قياس جسده الشريف طبعا هذه الدرع وهناك درع أخرى هي بشكل اعجازي تكون على حسب حجم اجسام جميع الائمه يعني اي واحد من الائمه يلبسها تكون بحجم جسمه يعني بطريقه اعجازيه تتوسع وتضيق تلك درع اخرى هي من علائم الامامه لكن هذه علامه هذه الدرع التي الان نذكرها هي علامه القيام بالامر والخروج فلذلك الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام يقول وعندي الجفر الأحمر قلت وأي شيء الجفر الأحمر؟ قال السلاح وذلك إنما يفتح للدم يعني للجهاد وطبعا الجهاد فيه قتل حتى لو الجهاد دفاعي أو هجومي بالنتيجة عندما يصير جهاد صحيح الإسلام من الأمور التي يحاولها تقليل الخسائر البشرية في الحروب لكن بالنتيجة الحرب فيها خسائر بشرية في غزوة بدر قتل سبعون من المشركين وفي في غزوة أحد أيضا قتل مجموعة من المسلمين ومجموعة قليلة من المشركين وهكذا في سائر الغزوات إنما يفتح للدم يفتحه صاحب السيف للقتل يعني للقتال للجهاد طبعا الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف يسير بسيرة رسول الله كما ثبت في الأحاديث الصحيحة فلذا حينما يظهر الحروب التي يخوضها قليلة والذين يقتلون في تلك الحروب أيضا قليلون كما كانت في غزوات وسرايا رسول الله محمد صلى الله عليه وآله ولكن بالنتيجة فيه قتلة هؤلاء القتلى يكونون في الحرب لذلك الإمام يقول إنما يفتح للدم لطلب الثأر للجهاد للقتال والقتال فيه إراقة للدماء فهذا الجفر الأحمر الذي فيه السلاح وذلك الجفر الأبيض الذي فيه العلم وللحديث التتمة نتركها إلى حلقة قادمة وصلى الله على محمد وآله الطاهرين মেযেযেযে mm -hmm.